الأمهات لما أطفالنا بيحصرونا بالأسئلة المحرجة بنرد بطرق كتير، زي مثلا اسكت، لماذا تعبان؟ انت أسئلتك كتيرة ليه؟ أم تقول لما تكبر هتعرف، اسأل أبوك، معرفش هي كده. أو نغير الموضوع ونقول هاتلي كوباية مية، فين الريموت؟ عملت الواجب؟ الطفل يا حرام بيبطل بعد كده انه يسأل. لكن هل احنا كآباء وأمهات سألنا نفسنا قبل كده أسئلة طفلي راحت فين؟ أنا ولاء البحيري حاصلة على ماجستير في علم نفس الطفل، أعمل كمعلمة رياض أطفال وأعمل كمدربة لرياض الأطفال من أسيوط جمهورية مصر العربية. هصحبكم إن شاء الله في الكورس ده علشان نعرف ليه أطفالنا بيسألونا. طيب هو مفيد إني أجاوب على أسئلة أطفالي ولا مش مفيد؟ إزاي أجاوب عليها؟ هل في دليل أستعمله علشان أجاوب على الأسئلة بشكل صحيح؟ طب إيه الإجابات العملية على الأسئلة الدينية، الأسئلة الغيبيات، القدر، الأنبياء والأسئلة العلمية وغيرها؟ إزاي تعامل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة مع الأسئلة؟ إن شاء الله في نهاية الكورس وبعدها مش هتهربوا تاني من أسئلة أطفالكم المحرجة. أشوفكم في الكورس.